السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد زي ما وعدتكم، هنبدأ إن شاء الله بتسجيل الحصة الأولى للكارديوفاسكولار سيستم. وهي الحصة الأولى دي بس عبارة عن introduction لأول درس اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز بإذن الله. الحصة بس أو الفيديو يعني يبقى بسيط وسهل ويفهمك الدنيا ماشية إزاي، ويقول لك إن الكريكلم بس بتاعنا هيمشي إزاي طول الموديول، ويعرفك انت تبدا تمشي ازاي في الكارديو فاسكولار فارماكولوجي. طيب بدايه كده، بس احنا محتاجين نعرف الكوريكولم بتاع الموديول ده. الموديول هو عباره عن 5 6 دروس، بيبداوا بالاسكيميك هارت ديزيز، الدراج ثيرابي اوف ديسليبيديميا، الدراج ثيرابي اوف هارت فيلير، الدراج ثيرابي اوف هايبرتنشن، الاريثميا، واخر حاجه طبعا البراكتيكال. ده كده اللي بيحضر معايا الحصص او بيسمع الريكوردات هيبقى عارف ان الاسكيميك هارت ديزيز ده هيبقى حصتين، الديسليبيديميا حصه، هارت فيلير حصه، هايبرتنشن حصه، والاريثميا حصتين، والبراكتيكال حصه ان شاء الله رب العالمين. طيب هو الكارديو فاسكولار ان جنرال كده بس للناس اللي يعني لسه داخله اول داخله، مهم جدا 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 في حياتك يعني كطبيب وكطالب في كليه الطب. الامراض اللي احنا بنعالجها لو انت بصيت عليها كده سريعا هتلاقيها حاجات فيري كومن، فيري كومن انك تقابلها في حياتك اليوميه، تقابلها في بيتك، تقابلها في عيادتك، تقابلها مع اصحابك، تقابلها مع قرايبك. فالامراض ديت شائعه للغايه فوق ما تتخيل. وخلينا كده نقول هو اول سبب في الحياه، والموست كومن كوز اوف ديث يعني اوفر ذا وورلد، هي الكاردياك ديزيز يعني بمعنى اصح. طيب اللي فيكم باصص في الكتاب هيلاقي ان انا شرح الدروس مختلف شوية، او ترتيب الدروس مختلف عن ترتيب الكتاب. انا ماشي بسيستم كده معين، ده اللي بستريح فيه في الشرح، وده اللي اغلب الكتب العالمية ماشية عليه يعني. طيب احنا هنبدأ ان شاء الله شرحنا بشرح الاسكيميك هارت ديزيز، ده اللي هنبدأ بيه كلام النهاردة. هنقول كده مقدمة ونتكلم على دواء واحد، وده اللي انا شرحته في اول حصة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. اسكيميك هارت ديزيز ده اسم كبير قوي، يمكن اسم قديم. الاسم الجديد او الاسم الاصح هو الكرونري فاسكولار انسفيشنسي. كرونري فاسكولار انسفيشنسي يعني في مشكله في الدم اللي بينقله الكرونري فيسلز، اللي هي الكرونري دي الشرايين التاجيه بتاعه القلب. طيب خلينا كده بمعنى اصح نعرف الاسكيميا. انت تقول لي اسكيميك هارت ديزيز، الاسكيميا التعريف بتاعها اللي احنا بناخده من سنه اولى كليه هي نقص في الاكسجين. طيب الاسكيميا للهارت هو نقص الاكسجين عن اهم حته بتستهلك اكسجين في القلب. لو انت فاكر الاناتومي بتاع الهارت، الاناتومي بتاع الهارت بيقول لك ان القلب بيتكون من 3 طبقات، من جوه كده اندوكارديوم مايوكارديوم وبريكارديوم من بره. ادخن طبقه في القلب هي المايوكارديوم، وهي دي اهم طبقه للكونتراكشن، هي دي الماسل، فهي دي اكبر اهم طبقه واكبر طبقه بتستهلك اكسجين للقلب. فبالتالي لو الاكسجين قل هي دي اول طبقه هتتاثر، او اول مكان هيتاثر هو المايوكارديوم. طيب لما يقل الاكسجين ايه اللي يحصل؟ القلب يتحول بقى من ايروبيك الى انيروبيك ميتابوليزم. الانيروبيك ميتابوليزم ده هيطلع مواد بقى زي اللاكتيك اسيد وخلافه، دي الميتابولايتس بتاعت الانيروبيك ميتابوليزم. الميتابولايتس ديت هتعمل ستيميليشن في النيرف اندنج، في السنسوري نيرف اندنج، وتحسسك بالبين. يبقى العرض الاساسي او العرض الرئيسي للاسكيميك هارت ديزيز هي التشست بين. طيب السؤال الصح بقى هو انا ايه اللي جاب لي اسكيميا، او الانسان الطبيعي ليه ما عندوش اسكيميا؟ الانسان الطبيعي ما عندوش اسكيميا عشان ربنا خلق له بالانس ما بين حاجتين، ما بين الاكسجين سبلاي الاكسجين اللي جاي، والاكسجين ديماند اللي هو احتياجه من الاكسجين. طول ما انت عندك بالانس وعندك توازن ما بين الحاجتين دولت انت ما عندكش اسكيميا. لو اكسجينك اللي جاي قد اللي انت محتاجه فبالتالي انت راجل طبيعي وما عندكش اي اسكيميا. عشان يحصل خلل او يحصل اسكيميا، يا اما الاكسجين ديماند يزيد، يا اما الاكسجين سبلاي يقل، يبقى انت احتياجاتك زادت او اللي واصل لك قل. طب تعالى كده نبدا كده كومن اس كومن، الاكسجين سبلاي هيقل ليه؟ اشهر سبب وسبب الوحيد ان الكرونري اللي هو بيضخ الاكسجين للقلب ده بقى ضيق. الكرونري ده هو الشرايين التاجيه، وهو ده مصدر الاكسجين ومصدر الغذاء اللي واصل للقلب. يبقى الكرونري لو ضاق نتيجه اي سبب من الاسباب، سواء كان تصلب في الشرايين ده الموست كومن كوز، او ثرومبوزس جلطه او الى خلافه، كل ده يعمل كرونري ناروينج، يبقى ده يقلل الاكسجين سبلاي. طيب ايه الحاجات اللي تزود الاكسجين ديماند بقى؟ يقول حضرتك رقم واحد ان الكاردياك وورك زاد.
الكاردياك ورك يزيد امتى يا فندم؟ تعالى كده نحسبها بعمليه بسيطه، واحد بيمشي وواحد بيجري، مين هيستهلك اكسجين اكتر؟ اكيد اللي بيجري. فانت لو خليت القلب يجري هتخلي القلب يستهلك اكسجين بزياده. طيب القلب يجري ازاي؟ يبقى انت هتزود ضربات القلب في الدقيقه الواحده، يبقى انت زودت الهارت ريت. يبقى انت لو زودت الهارت ريت يبقى انت زودت الكاردياك ورك، ولو الكاردياك ورك زاد احتياجاته من الاكسجين زادت. لو انت في اللحظه دي ما قدرتش تضخ له اكسجين بزياده خلاص تغطي احتياجاته دي او تكفي احتياجاته، ساعتها اللحظه دي هيخش في اسكيميا. النقطه الثانيه هي الكاردياك لود، واللود ده على القلب نوعين، في بري لود ده اللي جايله من الفينس ريتيرن او من الفينس سيستم، لو الفينس سيستم بقى بيضخ دم بكميات زياده او بضغط عالي ده البري لود هيزيد، والافتر لود ده الارتيريال سيستم، لو الارتيريال سيستم بقى ضيق قوي او البلاد او الارتريز بقت حصل فيها كونستريكشن، فساعتها الدم القلب هيضخ دم اجينست هاي بريشر، فبالتالي يبقى الافتر لود عالي. البري لود والافتر لود طبعا انا بقولهم بسرعه شديده يعني ان هما هيتشرحوا بالتفاصيل الممله يعني في الفسيولوجي واعتقد في الباثولوجي، بس هو الفسيولوجي هو اللي هيتكلم اكتر بكتير قوي على البري لود والافتر لود ويفهمكم بالظبط البري لود والافتر لود هما ايه. ولكن خلاصه الكلام الميزان ده هو ده لعبه النهارده، انا لو عايز اصلح الاسكيميا يبقى انا عايز اصلح الميزان ده، انا عايز ازود الاكسجين سبلاي واقلل الاكسجين ديماند. طب تعالى كده واحده واحده، لو انت عايز تزود الاكسجين سبلاي هتعمل ايه؟ هتوسع الكرونري يعني تعمله فازو دايلاتيشن. يبقى انا عشان اعالج الاسكيميا رقم واحد محتاج اعمل كرونري فازو دايلاتيشن، رقم اتنين ان انا اقلل الاكسجين ديماند. طب تقلل الاكسجين ديماند ازاي؟ ان انت تقلل الكاردياك ورك. طب اقلل الكاردياك ورك ازاي؟ ان انا اقلل التاكيكارديا، اقلل الهارت ريت. طب حلوه، او تقلل الكاردياك لود، اقلل البريلود والافتر لود. طب واحده واحده كده، تقلل البريلود ازاي؟ تقلل الفينس ريتيرن. طب ازاي تقلل الفينس ريتيرن؟ ان انت تخلي البريفرال فينز واسعه، ولما البريفرال فينز توسع هتشيل دم اكتر، فبالتالي الدم اللي هيرجع للقلب هتبقى كميته وضغطه اقل، فبالتالي البريلود هيقل، الحمل على القلب هيقل. طب لو انا عايز بقى العب على الافتر لود، العب على الافتر لود ازاي؟ انت تعمل ارتيريو فازو دايلاتيشن. لو انا عملت ارتيريولر فازو دايلاتيشن كده انا هقلل الايه؟ الافتر لود. يبقى هي دي فكره الايه؟ اللعبه بتاعه النهارده، العب بس في الاكسجين سبلاي والاكسجين ديماند. طيب السؤال بقى، احنا يعني نخش كده في حته شويه باثولوجي، يعني لو ده كده نورمال كرونري، الكرونري الطبيعي جدا، لو انت اخدت بالك كده الوول بتاعه بيبقى إلاستيك خلاص وثين، واليومن بتاعه بيبقى واسع وبيضخ دم كويس قوي. الشخص ده بدا يحصل له اثيروسكليروز اللي هو تصلب في الشرايين، او بدات بمعنى اصح كان الكوليسترول والدهون الثلاثيه عنده عاليين في الدم، فبداوا يترسبوا على جدار البلاد فيسل. تمام، ده كده يعني باختصارا، يعني الاثيروسكليروز ده موضوع كبير قوي في الباثولوجي، بس باختصارا دهون عاليه في الدم بدات تترسب على الوول وبدأ ايه هو ده بلاد فيسل، فبدا يحصل ناروينج للبلاد فيسل بالمنظر ده كده. اخدت بالك ان الايه؟ ان اليومن بقى ضيق والوول بقى ثيك، ماشي الكلام، وبدات حته الدهون دي حته الايه الليبيد دي تتجمع في الوول وتتخنه كده، ودي الجماعه بتوع الباثولوجي بيسموها اثيروسكليروتيك بليك او اثيروسكليروتيك بلاك. طب حلوه، في اللحظه ديت ايه اللي حصل؟ اليومن بقى ضيق. حلو، فعلى سبيل المثال على نفترض يعني ان اليومن ده هنا بنسبه تتجاوز ال 50%. حلو كده الكلام. طيب السؤال بقى دلوقتي، ال 50% دول معنى كده ان الاكسجين قل بنسبه 50%. ال 50% اللي بقوا بيوصلوا لي دول هيكفوني؟ يكفوني، بس يكفوني امتى؟ يكفوني وانا قاعد كده ما بعملش اي مجهود. انما امتى ال 50% دول مش هيكفوني؟ مش هيكفوني لو انا بدات ابذل مجهود. لو انا بدات ابذل مجهود ساعتها ال 50% اللي جايين لي من الكرونري الضيق دول مش هيكفوني في اللحظه دي، فساعتها المريض يجيله اسكيميا بس في وقت الاكسرسايز او في وقت الاكزورشن او في وقت ما بيعمل مجهود. اللي اكتشفوا النوع ده من الانجينا او النوع ده من الاسكيميا سموها كلاسيكال انجينا، ده النوع الكلاسيكي، ده النوع التقليدي اللي بنشوفه كتير جدا، او سموها ستيبل انجينا لان حته البلاك دي او حته الدهون دي ثابته مكانها ما بتتحركش، او اكزورشنال انجينا يعني بتيجي بالمجهود. انجينا يعني ذبحه صدريه، يعني تشيست بين، يعني في اسكيميا في المايوكارديوم، ده معنى كلمه انجينا. لو احنا حاولنا نقرا التفسير بتاعها كده بيقول حضرتك ان الكلاسيكال انجينا دي بتيجي نتيجه فيكسد اتيرامتس ايه بليك او ناروينج في الكرونرز، الحته اللي ايه اللي ثابته دي بتبقى جايه بترانزينت ريتروسترنال تشيست بين، بيبقى العيان حاسس ببين ورا الاسترنم كده بالظبط، ودي بتبقى جايه بالاكزورشن وبتبقى ريليفد باي ايه باي ريست. يبقى اللي هيحصل كالاتي، هو مريض عمل مجهود حس بتشيست بين، هيريح التشيست بين هيروح،
هيجي يكشف عند حضرتك، حضرتك هتعمل له تحاليل واشاعات ورسم قلب وخلافه لغايه ما تكتشف ان هو ايه عنده انجينا، تقول له انت عندك اسكيميك هارت ديزيز وانت عندك ايه اكزرشنال انجينا، بتيجي بالمجهود، فانت تحاول ايه توازن مجهودك على قد طاقتك او على قد الايه الناروينج بتاع الكورونري ده عشان ما تخشش في ريكارنت انجينا الايه اتاك. لغايه هنا الوضع ايه؟ الوضع تمام والدنيا مستقره واحنا ستيبل واحنا كلاسيكال، واحنا هنقول الراجل ده ما تعملش مجهود فوق ايه فوق طاقه القلب بتاعك او فوق طاقه الكورونري بتاعك. المشكله ان ساعات الموضوع بيبقى بروجريسيف شويه، ويبدا بقى ايه تبدا حته من الاثيروما ديت او حته من البلاك دي تتقطع، وتبدا البليتلت تتجمع حواليها، وتبدا إيه يبدا يحصل ايه يبدا يحصل إيه ناروينج بزياده لليومن. فالناروينج بزياده ده ممكن يبدا يحصل كده، الناروينج ده يزيد لغايه ما يوصل لنسبه 90 او 99%. ال 90 او 99% هنا بقى حضرتك اللي بقى فاضل لي 10 من 1 ل 10% بس من الاكسجين اللي جاي لي، هل دول يكفوني وانا قاعد كده مكاني مستريح؟ لا، برضو دول مش هيكفوني في اللحظه دي. ففي اللحظه دي بقى المريض هيبدا يجي له chest pain وهيجي له اترست، خلاص يبقى المريض هنا بقى ما بقاش بيبذل مجهود، المريض قاعد مستريح مكانه وبدا يجي له chest pain. ساعتها في اللحظه دي احنا بنسميها unstable angina او بيسموها crescendo يعني تصاعديه، يعني البين بيزيد مع الوقت والخطوره بتزيد مع الوقت، وده بيحصل حضرتك نتيجه severe narrowing في الكرونرز، خلاص وهنا البين بيجي at rest، وهنا بقول لحضرتك هي leading to non occlusive thrombus، خلاص هنا في thrombus اتكونت، جلطه اتكونت ولكن هي ما قفلتش اليومن بنسبه 100%، بس انت لو سبتها وما عالجتهاش بسرعه جدا 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 ال 99% او 90% اللي سدد ده هيوصل ل 100% ويبدا العين يخش في مايوكارديا انفكشن او تبدا حته من خلايا القلب تموت. طيب لو انا ما عالجتهاش او لو هي جت من الاول بفيري سيفير فورم وبدا يحصل اكلوجن خلاص للايه لكل الكرونري، الكرون سد بنسبه 100%، ساعتها احنا هنخش في حاجه اسمها مايوكارديا انفكشن او اكيوت مايوكارديا انفكشن او ام اي، خلاص ودي بتبقى تحصل نتيجه برولونج ديسكيميا واكلوسيف ثرومبوس، وده حضرتك بتيجي اتريست، وهنا بنعرف او بنشخص العيان ده ازاي ان احنا بنعمل له حاجه اسمها كاردياك انزيم. الكاردياك انزيمز او السي كي ام بي والتروبونين دي مواد تبقى موجوده جوه الكاردياك مايوسايتس، فانا دي حضرتك المواد دي لو بدات الكاردياك مايوسايتس خلايا القلب تتقطع، المواد دي هتنزل في الدم ونلاقيها عاليه. فانا لو لقيتها عاليه فده دليل بالنسبه لي ان ايه اللي حصل، ان خلايا القلب بدات تتقطع او بدات تموت، وبدات الايه بدا المواد اللي جواها تنزل في الدم. سواء كان العيان انستابل انجينا او ام اي، الاثنين دول بيتعالجوا بسرعه جدا، ودول حاجه احنا بنسميها اكيوت كرونري سيندروم. اكيوت كرونري سيندروم، طيب ده كده النوع الـ او ده التسلسل الطبيعي اللي بيحصل لاي عيان عنده تصلب في الشرايين او اثروسكلروز. في بعض العيانين عندهم نوع مميز او نوع غريب من الانجينا ده ما فيهوش اثروسكلروز تماما، خلاص ده حضرتك الكرونري بيبقى عادي جدا. العيانين دول لما بيحصل لهم اوفر سمباثيك ديسشارج او سمباثيك يزيد عندهم بزياده، يبدا يحصل سيفير فازو سبازم او سيفير فازو كونستريكشن في سيجمنت معينه من الكرونري، تضيق جدا جدا جدا، فالاكسجين سبلاي يقل جدا جدا، والعيان يجي له ايه اكيوت تشست بين في اللحظه دي. الحقيقه اللي اكتشفوا القصه ديت سموها على اسمهم برينز ميتال انجينا، او الاسم التاني بتاعها فازو سباستيك عشان بيحصل فيها فازو سباز، او الاسم التالت بتاعها فاريانت انجينا عشان بتحصل نتيجه فاريبل كوز مش الاكزرشن الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. هنا بيحصل ترانزيانت سبازم في حته معينه لوكالايز بورشن من الكرونري، هنا ممكن يكون العيان عنده اثيروسكلروز وممكن ما يكونش عنده اثيروسكلروزس. هنا بيجي العيان بترانزيانت تشست بين، ممكن يجي له اتريست، ممكن يجي له مع الاكزرشن، ممكن يجي له في اي وقت من اوقات اليوم، مجرد بس ما السمباثيك ايه الاوت فلو بتاعه يزيد. هنا السؤال بقى ليه بيحصل القصه دي، الحقيقه احنا مش عارفين، ولكن في بعض النظريات اللي طلعت عشان تحاول ايه تفسر سبب البرنس ميتال انجينا دي. اقرب نظريه الارض الواقع عندنا بتقول ان الكرونري في الطبيعي في الفسيولوجي زي ما خدنا الترم الاول في سي ان اس، هو من البلاد فيسلز القليله جدا في الجسم اللي عليها بيتا ريسبتور اكتر من الفا ريسبتور، ودي نعمه من نعم ربنا علينا، عشان حضرتك لما تتعصب لما تتنرفز لما سمباثيك يزيد ويبدا الادرينالين والنور ادرينالين يطلعوا في جسم حضرتك، يبدا الكرونري يوسع ما يضيقش. للاسف الشديد عند فئه قليله جدا جدا من الناس بتبقى عندهم ديفكت في البيتا ريسبتور الموجوده على الكرونري ده، بتبقى مش شغاله او بتبقى قليله او بتبقى الالفا عددها اكبر، فبالتالي العين دول لما يتعصبوا تلاقي الالفا هي اللي واخده الابر هاند، ويحصل ايه فازو سبازم او فازو كونستريكشن في حته معينه من الكرونري، وده اللي بيدخل العين في الانجينا.
طيب يبقى هي دي كده خلاصه الكلام او قصه الايه بتاعه الانجينا دي. احنا بقى عايزين نعالج، هنعالج الانجينا ازاي؟ علاج الانجينا ثلاث حاجات ثلاثي شهير جدا جدا. رقم واحد لايف ستايل موديفيكيشن، لا غنى ولا جدال عليه، احنا لازم نظبط لهم حياتهم، نشوف ايه السبب اللي خلاهم يخشوا في الانجينا ده ونحاول نصلحه. رقم اتنين هو ده عنواننا الرئيسي الفارماكوثيرابي، ورقم ثلاثة دي الانفيزيف ميجرز او بقى ايه الحاجات بتاعه القساطر والعمليات والكلام ده اللي انت هتعرفوه بعد كده بالتفاصيل ان شاء الله في سنه 5 وسنه 6. طب تعالى نبدا باللايف ستايل موديفيكيشن كده، احنا هنشوف بقى ايه الريسك فاكتور اللي دخلتهم في القصه دي ونحاول نعالجها بقى. يبطلوا سجاير، لو تخين يخس، لو ضغطه عالي يظبطه، لو عنده سكر يظبطه، لو عنده ديسليبيديميا يصلحها، يعالج الكوليسترول والدهون الثلاثيه، لو الراجل ده عايش حياه الانتخه وسيدنتري لايف ستايل ابدا امشيه واحركه كده وابدا ايه اخليه يعمل مجهود. دي كده القصه الاولانيه. قصه تانية الفارماكوثيرابي، الفارماكوثيرابي هو كمان كان ثلاثي شهير جدا، بس ايه السنه اللي فاتت ضافوا دواء رابع كده فبقى رباعي، بس احنا خلينا يعني ماشيين على الثلاثي ده، والرباعي ده نحطه زياده لان دواء مش كومن لان هو يوزد يعني في الكومن براكتس بتاعنا. رقم واحد وعلى راس القايمه بتاعه علاج الانجينا مجموعه كبيره جدا من الادويه اسمها الاورجانيك نايتريت، وهم دول اساس العلاج في الانجينا. الاورجانيك نايتريتس هم ادويه طالعه عشان تكون فازو دايليتورز. خلاصه الكلام كده هي ادويه فازو دايليتورز. طيب تعالى كده نتكلم، فازو دايليتور يبقى هيوسعوا لي مين للكرونري، يبقى الادويه دي حلوه جدا، بس الميزه كمان في الادويه دي ان احنا هنديها بطريقه معينه عشان تشتغل بسرعه جدا. فالادويه دي احنا ممكن نستخدمها في وقت الاتاك. خلينا كده متفقين ان الانجينا مريض اللي عنده سكيميك هارت او عنده انجينا الاتاك ده مش على طول ماشي في الشارع صدره بيوجعه، لا المريض ده بيبقى كويس يعمل مجهود او يحصل له مشكله ما فيجي له تشست بين، يبقى المرض ده بيجي ان اتاك. واي مرض في الدنيا بيجي ان اتاكس لازم نعالجه بدوايين، دواء في وقت الاتاك ودواء ان بتوين اتاكس عشان يقلل نسبه حدوث هذه الاتاكس مره تانية. النايتريتس هو الدواء الوحيد على مستوى العالم ابتل ناو احنا في 2019 اللي بيقدر نستخدمه في وقت الاكيوت اتاك، هو ده الدواء الوحيد اللي بنستخدمه في وقت الاتاك. اتفقنا؟ طب السؤال التاني بقى، ينفع نستخدمه كبروفيلاكسز؟ ينفع، اي نعم هو غير مستحب وهنعرف ليه كمان شويه، ولكن ينفع نستخدمه. ما يقولش لا. طب هل في انواع معينه من الانجينا ما ينفعش استخدم فيها نايتريتس؟ لا، كل انواع الانجينا بجميع اشكالها والوانها وانواعها ينفع نستخدم فيها نايتريت، سواء كان كلاسيكال، سواء كان ستيبل انستيبل، سواء كان ام اي، سواء كان برنس ميتال، كل الانواع ينفع نستخدم فيها اورجانيك نايتريت. تاني دواء ودواء من الادويه المهمه جدا 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 واللي احنا اتكلمنا عليه السنه الترم اللي فات وقلنا الدواء ده هيفضل يطاردك في كل الموديولات اللي هتاخدها من اول ما خدناه لغايه ما هتخلص فارماكولوجي، هو البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز هو واحد من اهم الادويه اللي بتستخدم كبروفيلاكسس، كبروفيلاكسس في الايه في الاسكيميك هارت ديزيز وليس في علاج الاكيوت اتاك. طيب لو بايدينا احنا كل عينين الانجينا نمشيهم على بيتا بلوكر كبروفيلاكس، ولكن في عينين معينين جدا هم اللي ما ينفعش ياخدوا البيتا بلوكر، غير طبعا الكونترا اندكيشنز العاديه اللي هم الناس الازماتيك والديابيتكس والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها من الترم الاول. زياده عليهم عين البرنز ميتال انجينا او الفاريانت انجينا ممنوع ياخد بيتا بلوكر كبروفيلاكسس. ليه بقى يا فندم؟ هو السبب الرئيسي عنده ان عنده البيتا قليله، فتقوم انت تقول له لا انا هديك بقى بيتا بلوكر يقفل لك شويه البيتا اللي موجودين عندك دولت فضيع لك الدنيا خالص. فطبعا احنا ما بنحبش نستخدم البيتا بلوكرز في ايه في قصه البروفيلاكسس فين البرنز ميتال انجينا، انما اذر ذان ذات بنستخدمه طبعا، هو الفيرست لاين ايه تشويس في البروفيلاكس. الدواء التالت في القصه بتاعتنا دي هي مجموعه جديده اسمها الكالسيوم شان بلوكرز. الكالسيوم شان بلوكرز يا دكتور هي ادويه هنتكلم عنها بالتفصيل المفروض المره الجايه يعني، وهي ادويه فيها تريكات كده حلوه جدا في الشرح. خلاص الكالسيوم شان بلوكر هي يعني الاستخدام الاساسي ليها في الطب مش عشان الانجينا، هو الاستخدام الاساسي ليها في الطب حاجات تانية، الهايبرتنشن واريثميا وحاجات زي كده، ولكن لو احنا قررنا نستخدمها في الانجينا فاحنا بنحب نستخدمها كفيرست لاين كبروفيلاكسس. فين بقى؟ في الناس اللي احنا مش عارفين نستخدم لهم بيتا بلوكرز اللي هم بتوع البرنز ميتال انجينا. اتفقنا كده على القصه دي. الدواء بقى التالت اللي زاد علينا ده صوديوم شانل بلوكرز، ده دي ادويه بتعالج الانجينا ولكن هي في الاساس انتي اريثميك دراجز، فهي بنحب نستخدمها لو العيان عنده انجينا وعنده معاها يعني كو اتاكس اوف اريثمي، يعني العيان بيجي له اريثمي وانجينا مع بعض، فدول الادويه الصوديوم شان بلوكرز بيبقوا حلوين جدا في البروفيلاكسز ايه في العيانين دول. الحاجه الثالثه بقى وهي الانفيزيف ميجرز. الانفيزيف ميجرز نوعين، يا اما قسطره، خلاص قسطره القلب اللي احنا عمالين نسمع عنها كتير بقى وبنقرا اعلاناتها في الشوارع طول ما احنا ماشيين، مركز قسطره القلب، مركز مش عارف ايه للقلب، عمل القسطره مش عارف ايه، تركيب الدعامه مش عارف ايه، الدعامه التشخيصيه والدعامه العلاجيه والكلام ده كله. طيب
او الطريقه التانية اللي هي عمليات القلب المفتوح بقى وتغيير الشرايين والقصه دي. طبعا احنا في غنى عن الكلام ده، ولكن بمنتهى البساطه يعني القسطره بتاعت القلب دي بتخش من الفيمورال ارت كده، ويفضل تبقى عباره عن خرطوم صغير كده سلك رفيعه، بتفضل مطلعه في الايه في الك... في الفم في الفيمورال ارت، تفضل طالعه طالعه لغايه ما تخش الاورطه، وتطلع من الاورطه لغايه ما تطلع الاسندنج اورطه، وتخش بعد كده من الكورونري. يبدا يخش بقى من بالقسطره دي كده لغايه ما يلاقي الضيق ده اللي موجود ده عندنا، يعدي القسطره من الضيق، ويقوم حائم في القسطره ماده معينه تقوم نافخه بالونه. البالونه دي لما تتنفخ جوه الكورونري جوه الحته المسدوده ديت، تقوم نافخه سلكه كده حواليها، دي اسمها ستنت. الستنت دي اللي هي الدعامه، يسيب الدعامه بقى جوه كده فرده الارتري، ويطلع بقى بالايه بالسلكه اللي هو دخل بيها دي. هي دي فكره القسطره كلها يعني. طيب احنا كده اتكلمنا على علاج الانجينا سريعا، احنا بقى محتاجين نتكلم بقى كلام سوفيستيكيتد بقى على الايه على الادويه بتاعتنا. هنتكلم على دواء واحد وهو الاورجانيك نيتريت، هو اهم دواء في علاج الايه في علاج الاسكيميك هارت ديزيز. نيتريت اول كلمه قال لك كده هاز نو افكت اون ذا كاردياك ماسل، هما بيشتغلوا على بلاد فيسلز بس، ما بيشتغلش على الكاردياك ماسل. يعني تيبيكالي كده انا النيتريت مش هتروح للقلب تلعب في الهارت ريت، ولا في الكونتراكت ولا في الكونتراكتيليتي ولا في الكوندكتيفيتي ولا الحاجات دي، ملهاش دايركت افكت عليه. اتفقنا؟ انما ممكن تشتغل عليها اندايركت، انما على القلب نفسه دايركتلي لا، انا بشتغل على السموث ماسل وبدا بلاد فيسل فقط. طيب عايزين نعرف الميكانيزم اوف اكشن، هو معقد شويه بس فعايز الناس ايه تبقى مركزه معايا في الحته دي. هو النيتريس بتبايند لسبيشال ريسبتور موجوده على البلاد فيسل وول، على الاندوثيليوم بتاع بلاد فيسل. لما يمسك بقى في الاندوثيليوم يبدا يمسك يشتغل معانا انزيم اسمه جلوتاثيون اس ترانسبريز، مش مهم الاسم قوي، انا عايزك تعرف ان الانزيم ده بيشيل اس اتش جروب بيديها للنيتريت عشان يعمل لها اكتيفيشن يحولها لماده اسمها نيترايت. يبقى هنا النيتريت نفسها ماده ان اكتف بتتحول للاكتف فورم اللي هي النيترايت بتاعتها. النيترايت دي بعد كده بتدينا نيتريك اوكسايد جوه السموس ماسل بتاعت البلاد فيسل. يعني عدينا بقى الاندوثيليوم ودخلنا على الطبقه اللي بعديها اللي هي السموس ماسل. النيتريك اوكسيد يعمل بقى اكتيفيشن لانزيم اسمه جوانيليت سايكليز او جوانيل سايكليز، طبعا ده سهل بقى، بيحول الجي تي بي لسايكليك جي ام بي. السايكليك جي ام بي بيروح بعد كده يعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه مايوسين لايت تشين كاينيز. مايوسين لايت تشين كاينيز ده بيعمل دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين. مجرد حضرتك عملت دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين يبقى عملت له دي اكتيفيشن. مايوسين لايت تشين ده لو انت فاكر من الفسيولوجي بتاع سنه اولى، كان عندك الماسل عباره عن اكتين ومايوسين فيلامنتس بيركبوا على بعض عشان يعملوا كونتراكشن. لما انا اعمل لك دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين انا كده بوظتها، فبالتالي مش هقدر اعمل كونتراكشن، فالنتيجه النهائيه عندي هتبقى ريلاكسيشن. كل القصه دي حاصله جوه البلاد فيسل وول. لما اعمل لك ريلاكسيشن جوه البلاد فيسل وول يبقى انا عملت لك فازو دايليتيشن. هي دي خلاصه الكلام بمعنى بسيط خالص. ده كان الميكانيزم اوف اكشن. لما انا عايز اتكلم على انتي انجينال افكت، لما اتكلم على انتي انجينال افكت يظهر هذا الميزان انتي انجينال افكت، يبقى انا هعدل لك الميزان، هزود لك السبلاي واقلل لك الديماند. محتاج اعرف بقى ازاي هتزود السبلاي وتقلل الديماند، قصه بسيطه وسهله خالص. انت هتزود السبلاي عن طريق انت تعمل فازو دايليتيشن في كل انواع الكرونريز، بس تعالى كده نقراها. انت هتعمل فازو دايليتيشن في اللارج كرونري فيسل، هتعمل فازو دايليتيشن في الكولاترلز، هتعمل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد تو اسكيميك اريا. معنى ايه هذا الكلام؟ انت هتعمل فازو دايليتيشن لللارج كرونري بلاد فيسل، دي خلاص منطقيه واحنا فاهمين. الكولاترلز او الميديوم سايز او اللي واصله الفيسلز بعضها دي تمشي. طب فين السمول سايز بقى؟ مش انت بتقولي في لارج؟ طالما في لارج يبقى في سمول. ما هقول لحضرتك السمول فيسلز دي ما فيهاش سموث ماسل اصلا، بتبقى كابيلاريز. خلاص كابيلاريز عباره عن اندوثيليوم بس، فما فيهوش سموث ماسل نعمل لها فازو ايه بنعمل لها ريلاكسيشن في حسب فازو دايليتيشن. ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد تو ذا اسكيميك اريا دي قصه كده هنتكلم عنها لوحدها. تعالى واحده واحده كده. لو ده لارج كرونري فيسل بيتوزع لاثنين ميديوم سايز كرونري فيسل، الميديوم سايز بعد كده بتدي السمول كرونري فيسل، في النص ما بين السمول وبعضهم الكولاترز. الكولاترز دي المفروض تبقى حجمها اتخن شويه، بس هي في الناس الطبيعيه بتبقى مقفوله. يعني انا كده راجل طبيعي جدا الكولاترز عندي مقفوله. امال مين اللي الكولاترز عندهم مفتوحه؟ في كولاترز مفتوحه فيسيولوجيكال وكولاترز مفتوحه باثولوجيكال. فيسيولوجيكال الجماعه الاثليتس الرياضيين تبقى الكولاترز عندهم مفتوحه. باثولوجيكالي بقى الناس اللي بيخش في كرونيك اسكيميا الكولاترالز عندهم مفتوحه. ما علينا بالقصه دي، ان احنا بنتكلم في شخص طبيعي الكولاترالز عنده مقفوله. لو انا حطيت لك هنا كوبايه وحطيت لك هنا كوبايه وبدات اجمع فيهم دم، الكرونريز دولت مفتوحين وزي الفل، فالدم اللي هيبقى موجود في الكوبايه دي قد الدم اللي موجود في الكوبايه دي. تعالى كده ركز معايا، لو بدا يحصل اثيروسكلروزز في الحته دي من البلاد فيسل، هو دايما الاثيروسكلروز بيبدا في الميديوم سايز فيسلز عامه. يعني هنا الاثروسكلروميتس او الاثروسكلروزس او الاثيرومتس بلاك بدات تتكون هنا، فبدات الحته دي الضيق، وخد بالك الكولاترالز عندنا مقفولين، فبالتالي كميه الدم اللي موجوده هنا هتقل بالمنظر ده، فالمنطقه دي من القلب هيحصل فيها اسكيميا.
طب لو انا دلوقتي حدي نايتريت، ايه اللي هيحصل لما ادي نايتريت؟ قلنا النايتريت هتوسع اللارج كرونري فيسل، جميل جدا. هيجي تقول لي بتوسع الكولاترال، طب ليه ما وسعتش الميديم سايز؟ ما هي هتوسع هنا، بس هنا في اثيروما، في حته ماسكه، في تصلب في الشرايين، فالبلاد فيسل مش هيعرف يوسع، فهتقوم موسع لك الكولاترالز. لما توسع لك الكولاترالز ايه اللي يحصل بقى؟ الدم الكتير اللي داخل لك من هنا ده هيبدا يروح بالتدريج من الكولاترالز اللي يخش الناحيه التانيه، فتبدا كميه الدم دي تزيد، كان النايتريتس بقت شايفه فين المكان الاسكيميك ورايحه تزود له الدم بايديها. هي دي فكره الريديستريبيوشن اوف ذا بلاد تو ذا اسكيميك اريا. انا هنا زودت البلاد سبلاي، طب ازاي هتقلل الديماند؟ عن طريق ان انت تقلل كاردياك ورك؟ لا مش ورك، هي لود الحقيقه. انت هتعمل فينو دايلاتيشن فهتبقى هتقلل البريلود، هتعمل ارتيرو دايلاتيشن فتقلل الافتر لود، القصه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول ايه اول الفيديو، قلت لكم دي هتشرح بالتفصيل في الفيسيولوجي. الايفكت الثالث والاخير هو مش حاجه ليها علاقه قوي بالانجينال ايفكت، ولكن هو زياده وتبقى حاجه مستحبه انها موجوده في النايتريتس بتاعتنا، انه ليه انتي بليتلت ايفكت. ده شيء كويس جدا 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 ومنطقي ان انا ماشي عيان الانجينا على دواء انتي بليتلت، فانا بقول لحضرتك انا هدي لك دواء انتي انجينال وفي نفس الوقت عنده انتي بليتلت ايفكت، فده شيء كويس. هنستخدمها في ايه؟ في كل انواع الانجينا وفي الام اي كمان، ودي حاجه اتفقنا عليها، وبنستخدمها كمان في الاكيوت اتاك وكبروفيلاكسس. بنستخدمه في علاج الهارت فيلير ليه؟ عشان كلمه ان هو بيريح البريلود والافتر لود، اي دواء بيريح البريلود والافتر لود هنعرف مع بعض ان شاء الله كمان حصه او اتنين ان هو بيستخدم في علاج الهارت فيلير. بنستخدمه في علاج الهايبرتنسيف كرايسيس ليه؟ عشان دي ادويه بتعمل فازو دايلاتيشن فهتوطي الضغط. طب واحد يقول لي اشمعنى كرايسيس؟ يعني اشمعنى لما الضغط يعلى بشكل ازمه؟ يعني ليه ما بنستخدموش في الكرونيك تريتمنت اوف هايبر تنشن؟ دي علامه استفهام كبيره قوي هنقولها كمان شويه. ليه ما ينفعش استخدم نايتريت ككرونيك دراج؟ وليه انا ما بحبش استخدمه كبروفيلاكسيس زي ما قلت في اول الفيديو؟ تعالى بقى ده كان هنعرفه من الادفيرس افكت. الادفيرس افكت بتقسم لمجموعتين، اول مجموعه ان في جنرال ادفيرس افكت للنايتريت عشان هما فازو دايليتور، ده اي دواء فازو دايليتور هتقوم راصص فيه الرصه دي الخمس حاجات دول. اي دواء بيعمل فازو دايليتيشن هيوطي الضغط فيعمل بوسترال هايبوتنشن، ممكن يجيب لك سينكوبال اتاك. سينكوب ده يعني حالات اغماء، يغتغم عليك او تطب ايه او تقع من طولك. يعني الادويه دي بتعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيسلز اللي رايحه المخ، فتعمل ثروبنج هيدك، حاجه شبه المايجرين كده بس مش مايجرين طبعا، ده سببه دواء. لما الضغط يوطى يحصل ريفلكس تاكيكارديا، ودي من الحاجات اللي بتضايقنا قوي 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 في النيتريت. خلاص انت قلت لي في اول الدرس النايتريت ملوش دايركت افكت على الهارت، اه بس انت بتعمل فازو دايليتيشن فالضغط بيوطى فالبارو ريسبتور بتشتغل فتقوم عامله ريفلكس تاكيكاردي. دي من الحاجات اللي بتضايقني ليه؟ لان انا قلت لحضرتك التاكيكاردي هتزود الكاردياك وورك، وزياده الكاردياك وورك هتزود الاسكيميا، وانا اصلا بعالج عيان عنده اسكيميا. اخد بالك ازاي من عيب الموضوع ده؟ النقطه الرابعه ان الادويه دي لو عملت فازو دايليتيشن في البلاد فيسلز اللي ماشيه تحت الجلد فتعمل فلاشنج او العين يحمر كده او يبنجر يعني بمعنى اصح. كمان لما ارتفع ضغط المخ نتيجه الدم اللي رايح اكتر للمخ فيبدا يحصل شويه فيجوال ديستربنس وعم بقى شايف كويس. الادفيرس افكت دي بسيطه وسهله وتفاديها سهل وبسيط يعني. لما الادفيرس افكت بقى الرخم والخصوصي اول النيتريت هي النيتريت توليرنس. حضرتك العيان لما بياخد نيتريت كتير عمال على بطال، الانزيم اللي كان شايل اس اتش جروب اللي هو كان اسمه جلوتاثيون اس ترانسفيريز بيخلص الاس اتش جروب من عليه. فالخلاصه ايه؟ ان انت تاخد النيتريت مفيش اس اتش جروب، مفيش اكتيفيشن للدواء، مفيش افكت. فدي بتبقى مأساة ان انت الدواء الوحيد اللي بتاخده في وقت الاتاك جه للاتاك وجه تاخده ما اشتغلش، فدي مأساة كبيرة جدا. افويد ازاي بقى القصة دي؟ عشان دي حتة مهمة جدا، ان انت تدي جرعات بسيطة جدا وتدي ما بينهم انترفلز تسمح للدواء ان هو تسمح لجسمك انه يرجع يعمل الاس اتش جروب. فبنعمل حاجة اسمها نايتريت فري بيريود او دراج هوليدي. يعني ايه يا فندم القصة دي؟ يعني انت قرص النايتريت بيشتغل 8 ساعات. اي قرص بيشتغل 8 ساعات العقل والمنطق بيقول انت تاخد 3 مرات في اليوم عشان تغطي ال 24 ساعة. انا اقول لحضرتك لا، انا الدواء ده هاخده مرة الصبح وبعد 8 ساعات هاخد حباية تانية وشكرا، مش عايز اكتر من كده. يبقى انت 8 ساعات خلصوا، 8 ساعات خدت قرص تاني، 8 ساعات كمان يبقى انت غطيت 16 ساعة. في 8 ساعات انا سايبهم من غير دواء، 8 ساعات دول انت هتكون نايم فيهم فريسك الانجينا هيبقى قليل جدا. انا سايب جسمك في ال 8 ساعات اللي فاضلين الاخرانيين دولت يكون اس اتش جروب جديدة. فدي معنى كلمة دراج هوليدي او دراج فري بيريود. النقطة الأخيرة، لو أنا مثلا بستخدم باتش فيها نيتريت، لزقت قلب فيها نيتريت، بشيلها بالليل وبرجع أحطها تاني يوم الصبح، برضه نفس الكلام، دي فكرة الإيه؟ الدراج فري بيريود. في بقى شوية بريكوشنز عبيطة كده، يعني إيه الفري بيريود بتبقى من 8 ل 10 ساعات، ما توقفش النيتريت سادنلي عشان لو وقفتها سادنلي ممكن يحصل ريباوند أنجينا تاني. دو نوت ايفر دبل ذا دوز، ما تاخدش حبايتين بدل حبايه واحده لان هيحصل لك سينكوبال اتاك. ما تاخدش ده بعد الاكسبايري ديت لان بيعمل توكسيستي
بعد الاكسبيري ديت. دراج انتراكشن دي احنا قلناها قبل كده كتير في موديول 8، ما يتاخدوش مع السيلدينافيل اللي هو الفياجرا. ليه؟ لان بمنتهى البساطه فكره الشغل بتاع السيلدينافيل هو بيمنع تكسير النيتريك اوكسيد او بيمنع تكسير السايكليك جي ام بي، فبالتالي انت بتاخد دواء يزود لك سايكليك جي ام بي، وبعدين رحت واخد دواء يقلل لك تكسيره، فكميه سايكليك جي ام بي كتيره جدا 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 في الجسم، فماسيف فازو دايلاتيشن في الجسم كله، فسيفير هايبوتنشن وسينكوبال اتاك وريفلكس تاكيكارديا، فعيان اصلا بياخد نيتريت عشان هو اسكيميك، فبالتالي هيخش في مايوكارديا انفاركشن بمنتهى السهوله. البريبريشن والكينيتكس دي من الحاجات اللذيذه جدا. بدي الدواء ازاي؟ عندي صورتين للدواء، او عندي ثلاثه فورمز للدواء. اول فورم اللي هو نيتروجليسرين، تاني فورم ايزوزوربايد داينيتريت. ليه الاثنين دول بنقولهم مع بعض؟ عشان هما الاثنين شبه بعض قوي في الفارماكوكينيتكس بتاعتهم وفي البريباريشن، بناخدهم هما الاثنين سابلينجوال، ولما تاخد الدواء ده سابلينجوال او اورال سبراي انت عايزه يمتص من البكه الميكوزا او من السابلينجوال اريا. هنا انت حضرتك بتافويد الفيرست باس ميتابوليزم اللي للاسف الشديد بيبقى عالي جدا في النيتروجليسين والايزوزوربايد داينيتريت، بيوصل ل 90 ل 95% من الدواء. يعني انت تبلع القرص 95% الليفر يكسره، فيفضل لك 5% بس يخش الدم، فكميه غير كافيه بالمره. لما انا اقول لحضرتك انت حطيته سابلينجوال او خدته اورال سبراي، الدواء هيمتص على طول من الاورال ميكوزا، مش هيعدي بقى على الليفر ومش هيتكسر ومش هيحصل فيه المأساة بتاعه الايه فيرست باس ميتابوليزم. اونست وديوريشن نيتروجليسرين، اونست بتاعته بعد دقيقتين ففيري رابيد، والديوريشن بتاعته 25 دقيقه ففيري شورت اونست برضه. انا مش محتاج، انا محتاج اخده في وقت الاتاك. يبقى هنا السابلينجوال او الاورال سبراي ده بيتاخد في وقت الاتاك. لو احنا اتكلمنا على ايزوربايد داينيتريت، هو الاونست بتاعته بعد 5 دقائق والديوريشن بتاعته لغايه 60 دقيقه، فبرضه مش بطال. دول بيستخدموا كفيرست اوبشن ايه ديورنج الاكيوت اتاك، مش كبروفيلاكس اللي هو الايه سابلينجوال روت والاورال ايه سبراي روت. الفورم الثالثه هي الترانس ديرمال باتش، اللزقه بتاعه القلب اللي بتتلزق ايه على الصدر كده بالمنظر ده. دي حضرتك بتبقى ديليد اونس، بتشتغل بتبدا كده شغلها بعد 3 4 ساعات. لونج ديوريشن بتقعد لغايه 12 ساعه او 18 ساعه شغاله. دي طبعا بنستخدمها في البروفيلاكس، ما ينفعش تقول لي واحد عنده اكيوت شست بين هات لزقه ولزقها له عشان تشتغل بعد 4 ساعات، نكون ايه نكون غنينا له او ودعك من زمان يعني. الفورم الثالثه او الرابعه بقى هي السلو ريليس تابلت. دي طبعا بتتاخد في البروفيلاكسس، دي الانص بتاعتها بعد 8 بعد نص ساعه وبتقعد 8 ساعات شغاله. والفورم اللي بعد كده ان احنا بناخدها IVI او انترافينوس انفيوجن، دي طبعا بتتاخد في الايه في الحاجات الامرجنسي، في الانستابل انجينا، في الام اي، في الهارت فيلير، في الهايبرتنسيف كرايسيس وما الى ذلك. اخر بقى فورم للدواء هو الايزوزوربايد مونونايتريت. ده ما عندوش فيرست باس ميتابوليزم، يختلف عن الاثنين اللي فاتوا في كده، فبيخش الدم بكميه اكبر، البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى، دي معنى كلمه بايو افيلابيلتي. الانص بتاعته بعد 30 دقيقه وبيقعد 8 ساعات شغال، فطبعا ده بيتاخد في البروفيلاكسس. يبقى انت كده لو رجعت دول خلاص هتلاقي عندك ايه، هتلاقي عندك سابلينجوال، السابلينجوال والاورال سبراي بيتاخدوا في الاكيوت اتاك، هما بس اللي بيتاخدوا في الاكيوت اتاك. الاي في اي بيتاخد في الامرجنسي، ترانس ديرمال وسلو ريليز فورم دول بيتاخدوا في البروفيلاكسس. هتلاقي كمان عندك الايه الايزوزوربايد مونونايتريت هو بس بيتاخد اونلي بوان فورم اللي هي الاورال روت بتاعه تابلت، وده بيتاخد بس في البروفيلاكسس. كده احنا خلصنا، اتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط ولم لكم القصه كده، وان شاء الله نتقابل في الفيديو بتاع الايه بتاع الديسليبيديميا.